اسمي إبراهيم عتمون، رئيس اتحاد مستشاري الغرف التجارة والصناعة بالمغرب. وحتى منتسبي الغرف والصناعة بالمغرب هم يتواجدون في هذا الملتقى ومهتمين بما يتعلق بالعقار والتنمية والمساعدات المالية والبنكية لقطاع التعمير خاص بالمقاولات التركية العربية. كثير حلو. أستاذ، ما رأيك بالملتقى من حيث المكان والتنظيم والمشاركة؟ صراحة أن هذه السنة أنه تنظيم جد جميل، وفي يتواجد في عدة مقاولات مقارنة مع المعارض الماضية، والمكان في فندق من أكبر الفنادق بمدينة بانديك. نحن جد مسرورين بالموقع وبالزمان، وهذه السنة نتواجد في فترة من الناحية المناخية كويسة، وعجبنا باش نقوموا في هذا المكان اللي هو أوتيل جرين ليوفر لنا واحد لقاء معتبر. شكرا. أستاذ، ما هدف حضرتك من الحضور الملتقى، وهل وجدت ما تبحث عنه؟ صراحة نحن ممثلي الغرف ومنتسبي الغرف التجارة والصناعة، كان الهدف بما يتعلق بنا هو قطاع التعمير والتمويل والدراسات التي تتكلم عن مشروع العقار العربي التركي، ونحن جد مسرورين، لقد وجدنا ماذا كنا نتمناه في هذا المعرض. شكرا لك.